قلبا صغيرا خاليا ملأته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا منى عبد الله شنودة، المنطقة غرب إسماعيلية. دخلت الدين الإسلام على اقتناع، محدش غصبني على حاجة، محدش خاطفني، أنا مقتنعة 100% باللي أنا عملته. بشكر ربنا إنه أهداني لنور الحق، وبطلب من أي حد سامعني إنه هو يحميني، وبطلب من رئيس الجمهورية إنه يحميني، بطلب من الشيخ الأزهر إنه يحميني، وأنا ما عملتش حاجة غلط، محدش غصبني على حاجة، ومحدش خاطفني، وأنا مقتنعة 100% وواثقة في 100% في اللي أنا عملته من صح. أنت حبيبي ومالكي، حبك في قلبي. الحمد لله رب العالمين، صفا محمد. أنا منى عبد الله شنودة سعيد، مقنطرة غرب إسماعيلية. أنا مسلمة، دخلت الدين الإسلام عن قناعة. محدش خاطبني، محدش خاطفني، محدش أكبرني على حاجة. أنا داخلة كده مقتنعة 100% باللي أنا عملته. الحمد لله ربنا أهداني نور الإسلام. أنا أشهرت النهاردة إسلامي في الأزهر، دي شهادة إشهاري. أنا أصبحت من الآن مسلمة والحمد لله رب العالمين. اسمي حاليا حبيبة محمد أحمد محمود. وبطلب من كل المسلمين إخواتي إن هم يحموني، بطلب من رئيس الجمهورية، وبطلب من الشيخ الأزهر إنه يحميني. أنا دخلت دين الإسلام عن قناعة، مقتنعة جدا 100% بالكلام اللي فيه، مقتنعة 100% بالدين الإسلامي نفسه، مش مقتنعة بأي دين تاني. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والحمد لله أن ربنا هداني الدين الإسلامي، وربنا يهدي الجميع. بذكرك يطمئن يدعوك.